الشعب التونسي وفي مقدمته قواه السياسية والمدنية التقدمية والديمقراطية يوم 13 أوت العيد الوطني للمرأة في ظروف تمر فيها بلادنا بأزمة حادة على جميع الأصعدة والمستويات أمنيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. ويأتي إحياء هذه الذكرى أيضا في سياق الحراك الشعبي الكبير الذي انطلق باعتصام الرحيل في باردو والاعتصامات الجهوية أثر اغتيال الشهيد محمد البراهمي والذي بلغ أوجه يوم 6 أوت في ذكرى مرور 6 أشهر على اغتيال الشهيد شكري بالعيد. أن جبهة الأنقاذ الوطني تحيي في ذكرى العيد الوطني للمرأة نضالات نساء تونس وجماهير شعبنا وقوات جيشنا الوطني وأمننا الداخلي وخاصة النساء منهم وعائلات كل الشهداء، فإنها تعلن أولا تمسكها بضرورة حل المجلس الوطني التأسيسي والسلطة المنبثقة عنه، تمسكها بضرورة حل المجلس الوطني التأسيسي والسلطة المنبثقة عنه حكومة ورئاسة، وتحمل الائتلاف الحاكم مسؤولية المماطلة في ذلك وتعزيم الوضع. ثانيا الشروع في المشاورات حول أهداف الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ وحكومة الإنقاذ الوطني المستقلة من 15 عضو برئاسة شخصية وطنية مستقلة سيقع عنها الإعلان في الوقت المناسب. ثالثا انطلاق حملة أرحل ابتداء من يوم غد الأربعاء 14 عود لعزل المعتمدين والولاد ورؤساء المنشآت العمومية وفي الإدارة، انطلاق حملة أرحل ابتداء من يوم غد الأربعاء 14 عود لعزل المعتمدين والولاد ورؤساء المنشآت العمومية وفي الإدارة المركزية الذي تم تنصيبهم على أساس الولاء الحزبي. رابعا التعبئة العامة لأسبوع الرحيل ابتداء من يوم 24 أوت 2013. رابعا التعبئة العامة لأسبوع الرحيل ابتداء من يوم 24 أوت 2013. المجد والخلود للشهداء. ميكرو. المجد والخلود للشهداء، العزة والمناعة لتونس، النصر للشعب والثورة، وإلى الأمام، إلى الأمام نحو الحرية، نحو المساواة، نحو الديمقراطية، نحو الكرامة، نحو العدالة الاجتماعية.